انضم الينا من الدمام الاعلامي والناقد الرياضي السعودي عبد الله العبيدي. اهلا بك سيد عبد الله على شاشه القاهره الاخباريه. في البدايه يعني هل وضحت معالم تصفيات اسيا المؤهله لكاس العالم 2026؟ الو، اهلا بك سيد عبد الله، هل تسمعني الان؟ نعم اسمعك. نعم، نذهب سريعا للحديث عن التصفيات المؤهلة لكأس العالم. برأيك غياب اللاعب ناصر الدوسري عن المنتخب السعودي قبل مواجهة طاجكستان هل سيكون له عامل مؤثر؟ السلام عليكم. طبعا في البداية صباح عليكم، كلهم خير. طبعا ما لا شك فيه ان الدوسري لاعب مهم، لكن القائمة السعودية والمنتخب السعودي متواجدين في المنتخب هم على قدر عالي من الجهوزية إن شاء الله. والغياب غيابه هذا بسبب عدم قدرته في المشاركة، وإن شاء الله يكون المنتخب جاهز للقاء القادم. طيب، إذا تحدثنا عن المنتخب الإماراتي هل ترى أنه قادر على التأهل إلى كأس العالم الغائب عن الأبيض منذ 34 عاما؟ المنتخب الإماراتي طبعا احنا نتمنى أن يكون متواجد في كأس العالم، يعني 34 عام سنوات مش قليلة. المنتخب الإماراتي يمتلك قوامات الوصول، وإن شاء الله إحنا نتمنى يكون كمنتخب خليجي وعربي متواجد في التصفيات. طيب، ربما يعني المعلقين والمتابعين للكرة الآسيوية يربطون بين ربما تقدم أو يعني تطور الكرة العربية بآسيا مع تصدر كثير من الدول العربية لمجموعاتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وحتى كأس آسيا. طبعا مما لا شك فيه اليوم الجماهير العربية أو في العالم متجهة أنظارها نحو الكرة العربية والسعودية بالتحديد. اليوم الإعلام يسلط الضوء بشكل كبير على الرياضة العربية والخليجية وبالتحديد السعودية لما تمتلك من المقومات اليوم، والحضور اللاعبين المتواجدين على مستوى كبير من دول العالم، فما لا شك فيه راح يكون محط أنظار الجميع خصوصا المتابعين والعاشقين لكرة القدم. نعم، نهاية توقعاتك لمواجهة قطر والكويت في الجولة الرابعة. الفريقين خليجيين، كنا نتمنى أن لا تكون المتواجهة بين خليجي أو عربي، لكن احنا نقول نتمنى التوفيق للفريقين، ومن يفوز راح نقول له ألف مبروك، ومن لم يحالف الحظ راح نقول له هارد لك. اليوم بين المنتخبين ما في منتخب خاسر، المنتخبين هم فائزين. نعم، مزيد من التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وأيضا كأس آسيا. أشكرك شكرا جزيلا من الدمام الإعلامي والناقد الرياضي السعودي سيد عبد الله العبيدي.